هل الفلسفه الدراسه بتاعت الفلسفه حسمت بس جدليات عند خالد الصاوي، ولا ساعدت خالد الصاوي في تكوين ملامح شخصياته، شخصيات او الشخوص اللي بيقدمها؟ كل الانسانيات، يعني اذا بصيت على الفلسفه، اذا بصيت على علم النفس، على علم الاجتماع، على كل الروافد بقى بتاعت ده، كمان في الاخلاق، ده في مباحث مع الاخلاق، المباحث من مبحث، من مبحث مش مباحث الاخلاق. كل ده بيفيدك كممثل جدا. يعني هو الاصل ان الممثل يبقى مرتبط بالانسانيات. طبعا دلوقتي لازم يبقى مطلع على الانثروبولوجي، علم الانسان، لازم يبقى، وكمان دلوقتي دخل على الموضوع لانه العلوم بقت تقرب من بعض وبتقرب من الاداب، فلازم يبقى كمان، وبرضه الاداب، احنا نقصد الاداب مش مباحث الاداب، مع التحيه للجميع. دلوقتي بقت تقرب، بقى في كلام في انه في كائنات في العالم الفضائي ده هتجيلي قريب، بقى في كلام من ده. انا مش عايز اعمل لغو، بس يطلع واحد زي مسؤول زي كرئيس وزراء كندا اظن، وقال لهم في، عرفنا ان في 4 مجموعات بتيجي، وبداوا يجمعوا رجال الدين المختلفين في العالم كله، مراكز بحثيه امريكيه اعترفت بده صراحه. ايوه يعني. لا بداوا بقى عشان يقولوا للجماهير، فراح عاملين اجتماع مع ممثل الدين الاسلامي والمسيحي واليهودي، هنقول ايه للناس وازاي هنفهمها. يعني اذا الدنيا داخله، وبعدين تبدا تفهم دلوقتي، لما لان انا اهتميت بالعلوم مؤخرا، انا كنت كويس قوي ان انا كملت تعليم، ده انا كنت صايع يعني، بس الفن حببني في المعرفه، حببني في، فدلوقتي بقى مهم قوي انك انت تعرف الجسم الانساني ده، لان احنا بنكبر فعايزين نعرف هنلحق ايه، نعرف اسرار هذا الجسم عشان فيقول لك في امل ان هو يعالجوا جسم منه فيه، فتقعد تشوف. يعني انا لما شفت مره عشان ودني حصل مشكله فيها كبيره، فلما شفت بس الاجهزه الدقيقه اللي جوه، سبحان الله فعلا عجيب. فلما انت بتعيش مع ده وتعيش مع علم الحيوان، انا ما بقولش للناس ان المعرفه تبقى موضوع دمه تقيل، ده بالعكس، ده انت هتستمتع، وخصوصا ان الطرق دلوقتي مش كتاب، حاجات كتير تقدر تبقى بتقرا الكتاب وتطلع منه على مالتي ميديا، صح، سات كامل بالصوت وبالصوره وعلى بس في النهايه انت محتاج انك تعرف التاريخ والبتاع، بس اقربه عشان اجيب في الاخر للممثل في النهايه علم النفس، علم النفس.